السلام عليكم. واليوم ان شاء الله موديل جديد في التكشيطه او القفطان المغربي. التكشيطه هي اللي كتكون مكونه من قطعتين بالنسبه للناس الغير المغاربه. هذا القفطان هذا او هذه التكشيطه هذه مخدومه بالمسلين، والقطعه الداخليه بالساتان حرير. الخدمه ديالها والنقيشه الطريزه ديالها شي حاجه غزاله. كتجيب ثلاثه ديال اللوينات، كتجيب الابيض وبالبوردو وكذلك باللون الاخضر ملكي. ما شاء الله التنبيته ديالها زوينه، غير مع الاضاءه كتبان كتلمع، يعني بلا فلتر بلا والو، كتجي مع حزيه بحال هكا. وبالنسبه للقياسات اللي فيها، فيها ميديوم لارج واكس لارج، ما عندناش فيها القياس الكبير 2x 3x، لا ما عندناش، فقط غير هاد القياسات الثلاثه. بالنسبه للناس اللي انتريسي يتواصلوا معنا على هذا الرقم.